كيف كانت عمليتك؟ كان في آلام؟ لا والله ما أحس ولا أي شيء، كنت زي أنا نمت وقومتها، ما في أي شيء تاني. التعامل كيف كان؟ التعامل بقول لك زي أمي بتسويها، معاملها ما في غيرها. كيف لقيت المشفى؟ يعني دورت على الإنترنت، حدا من رفقاتك حكى لك عنه؟ لا، في أصدقائي بلد ما عايش أنا التركيين، قالوا لازم له حاجة يا عمر تحتاجين، ولا تسوي زي الأول رأسك تروح من هاي المحكم على ضمانتي. كذا جيتهم، وقبلي جايين من أكثر من 20 أشخاص، بس شفت إنهم كويسين، بس قلت له خليها روح وأنا كمان أجرب نفسي. تنصح أصدقائك يجي يعملوا عنا عمليات زراعة شعر؟ إيه، كنت أعرف ناس تانيات علشان بأدلهم، هاي بقولهم تروح من كذا على ضمانتي تشوفهم زي أنا. إيه. شكرا لك سيد عمر، أهلا وسهلا فيك. أشكرك يا أختي، الله معك.